عدنان مروان يا باشمهندس معانا هنبتدي بافضل لاعب في مباراه الاهلي وبيراميدز. حضرتك لو اتفرجت عليها قفش عبد الله السعيد ياسر ابراهيم. لا الحقيقه عجبني من فتره قفشه في المباراه دي. قفش ماشي. افضل صفقه المقاولين الموسم ده مامادو نياس ولا عماد فتحي ولا محمود عبد العزيز؟ هو يعني الاثنين امادو اثبت ان هو يجيب محمود عبد العزيز. مامادو الاول لان ماشي. لسه محمود ما خدش الفرصه الكامله. تمام. افضل محترف في تاريخ المقاولين بيل انطوان وتاكا كريم عبد الرازق. اتفضل يا باشمهندس. والثلاثة اديني واحد هنا يعني واحد بس. وتاكا. وتاكا ماشي. تاكا ده نجم كبير. اه. افضل مدرب في تاريخ المقاولين مايكل ايفرت حسن شحاته مدرب اخر من وجهه نظر. انا ما اقدرش اقول غير حسن شحاته. حسن شحاته. افضل لاعب صعد في الاهلي زياد طارق احمد نبيل كوكا مصطفى شوبير. زياد هو اللي لفت الانظار والله بصراحه انا محترم وشوبير لما لعب كان كويس بمنتهى الامان. واحد بس. وواحد بس مصر يعني. واحد. نقول كوكا. كوكا ماشي. ايضا نفس السؤال بس في الزمالك يوسف اسامه نبيه سيف فاروق جعفر سيد نمار. اسامه. يوسف اسامه قصدي حضرتك ماشي. افضل لاعب محترف الموسم ده عبد الكبير وادي ولا ابوكا ولا مابولولو؟ ابوكا ولا مابولولو ولا عبد الكبير الوادي؟ يا باشمهندس. الوادي عبد الكبير الوادي. من وجهه نظرك افضل حكم الموسم ده الحنفي محمد عادل البنا. ما بلاش الحكام. لا انا من وجهه نظري محدش يجي ما تقلقش. بلاش نرفع الحرج عنك يعني ثلاثه مثلا. بلاش عشان انت موجود في الدوري ماشي. بس والله كلهم ناس عاقله يعني جدا. يعني كلهم الثلاثه يعني. افضل رئيس لاتحاد الكوره سمير زاهر هنا بوريده الدهشوري حرب. سمير. كابتن سمير زاهر. كده خلاص يا باشمهندس. والله طيب. نورتنا يا باشمهندس. طيب. بسعد بوجودك. وان كان طبعا مده الحلقه محتاجه معاك كتير كلام كتير نقدر نتكلم فيه وحاجات كتير نقدر نتكلم فيها خاصه بالكره المصريه وما يحدث في الكره المصريه وبالاخص طبعا في الفتره اللي فاتت عده مشاكل كتيره